السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اذا اليوم عندنا هذه الشقه اللي هي في واحد المنزل اللي كيتكون من 3 شقق. هذه الشقه جات ارضيه في حي البساتين، عين سلوكي بما يعرف، وبالضبط كتسمى هذه البلاصه رياض البساتين. رياض البساتين جات في الهبطه بحال غادي الخيريه ديال ابتسامه، هي في الدوره تما حدار معروفه، رياض البساتين معروفه، المنازل اللي هما جداد. إذن باش نعطيو واحد تعريف مختصر على هذا المنزل، كيتكون من 3 غرف، 3 بيوتا، كوزينة في وسط الدار، صالة، 2 حمامات، حمام بلدي وحمام رومي، وفيها واحد بتيت تيراس، هذا هو اللي كاين سفلية كما قلت مشمشة، فيها لي غيدو إلكتريك، يعني بناء حديث. الثمن ديالها اللي هو 47 مليون سنتيم. الاسباس ديالها او المساحه ديالها 86 متر. هادو هما المعطيات اللي كاين، اللي بغى شي معطيات اخرى فمرحبا، شكرا لكم.